الله الرحمن الرحيم. أول تفاعل هناخده في الهدرجة أو تفاعلات هناخدها على مجموعة البلاتين، واللي هو أول تفاعل عندنا اللي هو تحضير البريميدين باي اللي هو ال باي ريميدين ريميدين. ازاي تحضير البريميدين؟ بجيب يوريا بالشكل ده واحط لها حاجه اسمها داي ميثايل داي ايثايل مالونات داي ايثايل مالونات داي ايثايل مالونات. المجموعه دي اسمها مالونيك اسيد اللي هو سي اتش 2 بواحده في النص وسي او اتش فوق سي او اتش تحت، دي اسمها مالونيك اسيد. دي بيبقى مالونات دي داي ايثايل مالونات استر. هحطهم في نويت ريفلكس هيطلع جزيء اتنين جزيء كحول اتنين جزيء كحول. ايه اللي هيحصل؟ واحده هيدروجينه بتاعت اليوريا وهتخرج مع الاويثايل هيطلع كحول، واحدة هيدروجينة من الناحية التانية وايثايل هيطلع اتنين او اتش، وهترتبط النيتروجينة بالسي دبل بوند او. ادي النيتروجينة هتترتبط بالسي دبل بوند او، ده اسمه حامض الباربيتيوريك باربيتيوريك اسيد. حامض الباربيتيوريك اسيد حامض الباربيتيوريك اسيد هيطلع له هيعمل له توتومايزيشن في ثلاث مواقع، ثلاث مواقع رئيسية، مجموعة الان مع السي دبل بوند او اللي هي بتاعة اليوريا، و ال N مع C دبل بوند O اللي هي من تحت، و C H طبعا مفيش N تانية، هو C H مع C دبل بوند O اللي هما ناحية اليمين دول، هيديني تلات روابط دبل بوند كده اهوت، و O H تلات مشتقات O H، هيبقى اسمه اتنين وأربعة وستة ثلاثي هيدروكسي، اتنين وأربعة وستة تراي هيدروكسي. ابتدى بقى يظهر اسم البيريميدين، 2 4 و6 تراي هيدروكسي بيريميدين. الاو اتش صعبة الخروج فبحط لها مادة تعمل كلورينيشن للاو اتش اسمها بي او سي ال 5 بي او سي ال بي او سي ال 3 انا اسف بي او سي ال 3 بي او سي ال 3 وده عامل مؤكسد قوي بيعمل اكسده للاو اتش بيحولها لسي ال. اسمه هيبقى اسمه ايه؟ 2 و4 و6 تراي كلورو بيريميدين. هحط له هيدروجين وبلاديوم، وهو هنا بقى الخطوه اللي انا بدرسها كلها هيدروجين وبلاديوم، هشيل ذرات الكربون واحط هيدروجين، هسيب الدبل بوندات زي ما هي الثلاثه دبل بوند، هيطلع لي البريميدين اهوت بتاعي اللي هو بيبقى شكله سداسي بسيط جدا، شكله سداسي عادي جدا كده اهوت، ده سداسي. هحط نيتروجينه هنا وهفوت كربونه واحط نيتروجينه تانية، ده اسمه بيريميدين. شكرا واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.